صار في نقاش مع أخوي غازي شريف نقطة، وأتمنى من العم ثامر يوضحها لنا، بس يعني حق السادة المشاهدين حق الجمهور، على أي أساس يتم اختيار المباريات اللي فيها فار؟ بس هذا اللي نبي نعرفه يا عم ثامر. قرعة مثلا ما يجوز أصلا، ما يجوز. لا لا احنا بنعرف يعني، ما يجوز. أدري أدري أبو عبد المحسن، احنا نبي نعرف منه بس الآلية. يعني أنت اليوم تقول والله مثلا هذه المباراة أقوى مثلا، والله هالمباراة فيها طرف مثلا متصدر، في يعني عطنا سبب عشان المشاهد يعني. أنا مسعود، مسعود من نقطة مهمة، لأن اليوم أنت القادسية ما يخالف. شوف مسعود الحين تقنية فار، لو ما في تقنية والظلم تصير على الكل، هذه العدالة. هذه العدالة. لكن ظلم القادسية إيه، لكن إنه يطبق الفار على أندية وأندية لا. لا أنت عطنا آلية بعد ما، هذه مو آلية، ما هي آلية. لا 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 أنت اليوم تبي تجرب التجربة، خلينا نقول ما بيصير تجرب مثلا. إحنا عد يعني ما يصير في شيء نقول عنه يعني، يعني السعودية السعودية لما طبقت تجربة طبقت على الكل، طبقت على الكل. إحنا نقول نقول حسب الإمكانيات، ما يخالف، خل ندعم هالفكرة، ندعم هالأمر، ماكو مشكلة. بس عطني الآلية اليوم أنت بتاخذها من ناحية أن الأقوى ترى مباراة القادسية والساحل أقوى مباراة كرة التضامن، هذا من ناحية الأقوى كترتيب مراكز، كترتيب فرق. القادسية والتضامن والساحل كترتيب أقوى، يعني مباراتهم أقوى من كرة التضامن. فأنت اليوم عطني يا عم ثامر، قول لي والله إحنا نسوي قرعة قبل كل جولة بحضور مدراء الفرق. وتصير لا إحنا بنعرف على يعني على سؤالك، من فكرته هذه؟ هذا اللي بنعرفه، من اللي طرح الفكره ان تكون مثلا الجوله تكون في مباراتين وتكون مثلا اللعبه الاولى او الثانيه فيها فار؟ هذه من فكرته؟ هذا اللي بنعرفه. الفار تو بلنتي، هذا امس نادي شاف الفار نازل بلنتي، امس نادي النصر انظلم. نعم لا تقولوا لي ما انظلم، يعني لو الفار موجود ما كان النصر فايز. لا لا الطرد ما يعني بالفار يا جماعه، يا جماعه الكره طاقه براس اللاعب، لو راد الحكم حق الفار موجود وراد زين براد زي فار ما يضرب، والله ما ندري. احنا ما ندري. طيب فيها فار ما فيها، هو مثل ما قال ابو عبد المحسن اليوم، يعني اضرب مثال واروح حق الفاصل. اليوم الاخوان ما في عداله بالرياضه، الدوري النمساوي ترى اعلن عن تطبيق الفار الموسم الجاي 2021 على كل الدوري. ما يعني ما في دوله متحضره كرويا تطبق الفار في مباراه وتخلي مباراه، يا ان تطبقها كلها. يعني اليوم انت ابو ثامر خليتها السنه الجايه وتطبقها على جميع المباريات، او خلاص تخليها ما دام بتخليها الموسم طبقها على جميع المباريات. ما في شيء، لكن كفكره تجربة. انه والله وهذا دوري رسمي يعني، مو مباراه وديه او ما في شيء اسمه تجربه. ابو سعود